لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. حتى الأمم المتحدة كل من المغرب وإسبانيا على إجراء حوار مفتوح بهدف حل جميع القضايا المتعلقة بينهما. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريكا خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. وقال دوغاريك عندما يكون هناك أي توتر بين دولتين من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الأمم المتحدة مثل ما نشهده بين المغرب وإسبانيا حاليا، فإننا دائما نحث على إجراء حوار مفتوح بينهما لحل كل مشاكل العالقة. وتشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا حاليا أزمة على خلفية استضافات الأخيرة لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي من أجل العلاج من فيروس كورونا بهوية مزيفة منذ 21 أبريل الماضي، إضافة إلى تدفق حوالي 8000 مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو من المغرب إلى مدينة سبسة المحتلة والخاضعة للإدارة الإسبانية. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو من مستقبل النزاع المفتعل حول الصحراء، قال دوغاريك موقفنا من ملف الصحراء هو ذات الموقف المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتظل هذه القرارات هي المرشد لنا في هذا الموضوع. وتحت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع جميع الأطراف على العمل لإيجاد حل سياسي واقعي للنزاع. نشكركم على حسن المتابعة.